أهلا وسهلا بالجميع. أنا أكيد ما بدي أحكي بالقانون، بدي أحكي بالسياسة. أنا عندي حلم بلبنان أن أعتبر اليوم في حصن منيع لكل المواطنين بيقدروا يلجأوا له ويشعروا بالأمان ويكون اسمه القضاء اللبناني. بعتقد بكل الأنظمة الديمقراطية واقع الحال هو كذلك، بينما بلبنان اليوم يمكن في حصن، الحصن هو حصن الزعيم، وكل واحد خارج حصن الزعيم ما بيوصل لأي حق من حقوقه، إن كان نايب إن ما كان نايب شو ما كان. أنا اليوم عندي تجربة مع القضاء، تجربة عملية حسية، قدمت إخبارات، قدمت شكاوى، قدمت دعاوى قضائية على أكثر من صعيد. كان في تدخل واضح سافر وقح، تدخل أقل شيء بوصفه ما في يعني حد أدنى من الأخلاق من قبل أطراف سياسية مع قضاة، وحتى تدخل وصل إلى نقابة المحامين. هيدي النقابة والنقابات عامة اللي هي بتكون كمان بالأنظمة الديمقراطية أساسية لتكون رافعة على الديمقراطية. يمكن نحن بنحكي عن الديمقراطيات وبننسى كيف نشأت وشو اللي عززها. دور النقابات بيكون كتير أساسي، كيف إذا نقابة الحق والعدالة والقانون اللي هي نقابة المحامين. فاللي صار معي أكيد هيدا القانون كنا من حكين قبل أنا وأستاذ نزار عنه وعملنا أكثر من ندوة حوله، بس رجعت عشت حسياً وعملياً التدخل بالقضاء كيف بيصير وكيف في أولاد جارية أولاد ست. خليني أقولكم أنه هيدا البلد ما بعمره كان حر ومستقل قد اليوم. يعني أثناء الحرب الأهلية كل بيعرف أنه حرب وميليشيات وقتل ودمار. بعد الحرب قلنا نحن تحت احتلال وما فينا نفكر نبني دولة بظل احتلالين مش واحد. الصدمة والمصيبة الكبرى لما راح الاحتلال وخلصت الحرب ودخلنا بوقت من 2005 لحد اليوم لبنانيين بيحكموا لبنان بشكل كامل ومباشر. في لبنانيين يوم بيقولوا يا ألف صلاة على أيام الماضي، في لبنانيين بيقولوا يا ألف صلاة على أيام السوريين. مثلاً أيام السوريين كانوا يتدخلوا مدعي عام التمييز منوي، مفوض الحكومة منوي. اليوم بده يكون القاضي الفلاني المنفرد بالمنطقة الفلانية، وصلحوا لي إذا عم بقول شي غلط، من الطائفة الفلانية مسمي الزعيم الفلاني وقال له ما بيشوفه. قبل كان يتعاقب على المحاكم، مرة درزي مرة شيعي مرة سني مرة ماروني، مزبوط أو لا؟ هلأ صار فيه كمان محاصصة طائفية داخل القضاء وبهذا الشكل. فنحن اليوم يا أستاذ نزار ويا أساتذة وضعنا كتير أسوأ مما كان، وصلنا للنقطة اللي ما فينا بقى نكمل أو نسميه هيدي دولة وبلد ومؤسسات إذا هيدا القانون ما شاف النور. عم بعطي بس هيدي الأمثلة لأقول قدي مهم اللي عملته اليوم كلنا إرادة إنها رجعت ضوت على هذا القانون، قدي مهم وجود وحضور القضاة ورئيس معهد القضائي اللي خرج كفاءات كتير كبيرة نحن عم نشوفها باللجان النيابية، وبتمنى ضل يقدر يخرج كفاءات من هذا النوع ما يكون كمان السياسة نخرت عندكم، مع أنه أكيد وجودك ضمانة. فأنا بس بدي أقول نحن بقيلنا كمواطنين وكلبنانيين إننا نصرخ، وضروري نصرخ لأنه مجبورين نصلحه. لا في حدا ناوي يعطينا فيز، حتى اللي عنده فيز بده يبقى هون، لازم يكون عنده الفرصة يبقى بهيدا البلد. فالإصلاح القضائي جزء ضروري وأساسي ومهم من إصلاح هذه الدولة، وأنا موضوعين على كل حال حملتهم، الإصلاح القضائي والإصلاح إنه لبنان يبقى بلد وطن قابل للحياة عبر القوانين اللي عم بقدمها بمسألة البيئة. بس بقول لكم رغم كل هالقوانين المهمة والحياتية والأساسية اللي بتمنى بأسرع وقت ممكن إنها تنقر، أنا على ثقة كتير كبيرة إذا أقرينا هذا القانون بيكون أهم عمل، ما عم بقول من أهم الأعمال، أهم عمل
قام في المجلس النيابي خلال هالأربع سنوات، وهذا الكلام مش لإلي، هذا الكلام لأحد الأشخاص اللي قاعد ساكن بالمجلس النيابي وبتمر تحت إيدي القوانين كل الوقت وكل كل لحظة وكل ثانية. هذا كانت ملاحظته بعد ما قري هذا القانون، وبتمنى فعلا مش بس على النواب الزملاء الموجودين، بتمنى حتى على القضاة وعلى الصحافة والإعلام بهذه الغرفة ما تنسوا هذه المسألة وتقطع بعد هالندوة كأنه عملنا حفلة وبعدين طفينا الأضواء ونسينا الموضوع ورجع دخل إلى الثلاجة. شكراً لكم جميعاً، بتمنى هذا القانون يشوف النور قريباً.